يربط الآية، يكتب الآيات بشكل دلة، يسموه دلة زي دلة القهوة، يكتب الآيات. أو شخص كذا، صورة شخص من صورة الطير. أي نعم، هذه هذه من مصائب الزمان أيضا. هو الحقيقة كتابة الآيات كتابة عادية، ووضعها في لافتات أو في إطار وتعليق على الجذور، هذا أيضا ليس من السنة في شيء. الحقيقة أنه هناك أشياء كثيرة ما تخفى على الناس من كيد الشيطان لبني الإنسان. إنه يوسوس إلى الإنسان أن كتابة آية وتعليق على الجدار هذا من تعظيم القرآن الكريم، وليس الأمر كذلك. تعظيم القرآن الكريم إنما هو بحفظه لمن كان أوتي حافظة، وعلى الأقل بتطبيقه، وليس بتزيين الجذر بالآيات والسور. فالشيطان يوحي إلى بني الإنسان أنك إذا وضعت الآية في صدر المكان فهذا يدل على إيمانك بالله وتعظيمك لآيات الله، لكن هو من جهة أخرى يوشوش إليه أنه ما في ضرورة أن تعمل بمثل هذه الآية، بينما القرآن إنما نزل للعمل به، كما قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. انظروا مثلا بيوتات كثيرة وكثيرة جدا يوجد فيها تعليق آية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتجد صاحبه يتعاطى بالربا، ربما يبيع ما حرم الله ونحو ذلك. إيش الفائدة إذا من تعليقك لهذه الآية وهي تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقلبك فارغ من هذه الآية ولا تحس بها وبالتالي لا تعمل بها؟ فبالأولى إذا كانت الآية كتبت بصورة تمثل مثلا كما قلت آنفا إبريقا، أو تمثل صورة محرمة هي في الأصل، هون بتزداد المخالفة شرعا، ونهاية القول أنه لا يجوز التلاعب بالآيات ولا يجوز كتابتها بطريقة مزخرفة حتى يصعب على أكثر الناس. إذا كانت الآية غير معروفة غير محفوظة عنده يصعب أن يفك الأحرف تبعها من كثرة الزينة والتشكيلات والزخارف التي أدخلت في الآية.